عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقني بالأحدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف المحمول سامسونج جالكسي S6 وسامسونج جالكسي S6 Edge. طبعا كل الهاتفين تم إعلانهما في مؤتمر سامسونج في MWC العام 2015، ففي فروقات ما بين كلا الهاتفين للي كان يسألني. لما تناظر الهاتف من الجهة الخلفية في اللون الذهبي، وأيضا الشيء اللي يفرق بينهم من ناحية الألوان أنه S6 Edge يأتي باللون العشبي، بينما S6 يأتي باللون السماوي نفس ما رأينا، لكن اللون العشبي جميل جميل جدا على S6 Edge، وكنت أتمنى أنه يكون أيضا موجود في S6. نرجع إلى الجهة الخلفية، نشوف تشابه كبير جدا حتى في جودة التصنيع. طبقة زجاجية غوريلا جلاس الجيل الرابع في الجهة الخلفية وأيضا في الجهة الأمامية، لكن لما تغير الهاتف إلى الجهة الأمامية فإنك راح تلاحظ الفروقات على الفور. الشاشة الجانبية من اليمين وشاشة جانبية من الجهة اليسرى، بينما S6 بشاشة عادية. بالنسبة للتصميم وبالنسبة للسماكة والوزن الخاصة بكل الهاتفين، نلاحظ أن S6 أقل سماكة 6.8 ملم، بينما S6 Edge يأتي ب 7 ملم. الوزن لصالح اللي هو S6 Edge اللي هو 132 جرام، بينما S6 يأتي ب 138 جرام. طبعا هذه الفروقات فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع. من الأشخاص اللي سألوني عن موضوع إيش الفائدة من الشاشتين الجانبية، طيب أنا بقول لك إيش الفائدة من الشاشة الجانبية، فكل عليك تروح للإعدادات وتشوف الخيارات اللي ممكن توفرها لك الـ S6 Edge. فتروح إلى الـ Edge Screen، تضغط على الـ Edge Screen فتلاحظ في خيارات موجودة في هذه. على سبيل المثال الإج لايتنينج اللي يسمح لك بنظام التنبيهات، فعلى سبيل المثال إذا أنت وضعت هذا الهاتف المحمول فإنك راح تلاحظ إنارة تخبرك إنه في مكالمة أو في رسالة لم يتم الرد عليها. واحد من الأشياء اللي برضو ممكن تشوفها، طفيت الهاتف المحمول بالغلط، من الأشياء اللي برضو ممكن تشوفها هو إنه في قائمة أسماء اللي استعرضناها لكم في الفيديو الماضي، تسحب هذه الجهة فإنه ممكن ترد على هذا الشخص بشكل فوري جدا وتقول له أو ترد عليه بالمكالمة أو أنه ترسل له رسالة بشكل سريع جدا. خليني أوريك إياها، فجميلة الحركة الصراحة وعجبتني بشكل كبير. برضو نرجع للإج سكرين ونشوف وش الخيار الثالث اللي هو Information Screen، فالجوال يعني ما تشتغل شاشته فما يحتاج شغل شاشة علشان نشوف المعلومات، سواء كان هذه المعلومات خاصة بالمواقع الاجتماعية أو حتى بالمكالمات والرسائل تقدر تشوفها بشكل أسرع. برضو من الأشياء اللي ممكن تشوفها هنا هي برضو اللي هي خيار النايت كلوك، تشوف الساعة من دون الحاجة انك تشغل شاشة الهاتف المحمول. فهذه واحد من الاشياء اللي سألني عنها كثير منكم في موضوع اللي هو الشاشة الجانبية الموجودة في اليمين ويسار. بالنسبة لتقنية البصمة الموجودة في S6 فممكن تشوفها من خلال السيكوريتي وبرضو اللي هو فينجربرينت، فتلاحظ ان البصمة تغيرت، بدل من عملية السحب صار الآن في عملية الضغط مثل ما شفنا في مثل ما شفنا في التاتش اي دي الخاص بالايفون 6 او الايفون 6 بلس. فتقنية البصمة اقدر اكد لك انها الموجودة في الجالكسي 6 او الجالكسي 6 اتش، انه موجودة ايضا في التاتش اي دي الخاص بابل. هذه نتائج البنش مارك اللي حققها هذا الهاتف المحمول من خلال S6 Edge. طبعا نلاحظ الرقم الخارق 70,000 نقطة و364 نقطة من خلال برنامج الانتوتو، رقم جدا جدا عالي. طبعا لا ننسى انه S6 والS6 Edge هو اول هاتفين يحملان معالج بتقنية ال 14 نانومتر، معالج يدعم بيئة ال 64 بت، معالج بثمانية أنوية، فبالتالي النتائج راح تكون ممتازة. بالنسبة لسرعة الفوكس اللي هو 0.7 جزء من الثانية، فأنا راح أستعرض هذا الشيء الآن. فبحاول شوف راح سرعة الفوكس مرة ثانية، فالفوكس فيها جدا سريع. بالنسبة لخصائص الكاميرا الأمامية للي سألني برضو، طيب
هنوريك الكاميرا الأمامية الخاصة بهذا الهاتف المحمول الـ6 أو الـ6 إج. راح تلاحظ أنه نفس التصميم الجديد الموجود، واجهة الكاميرا صارت أبسط، الأزرار صارت واضحة، وأيضا في موضوع ما في سكرولينج اللي يتعبك ويأخذ منك وقت أثناء التصوير، وايد سيلفي، السيلفي الفيرتشوال شوت، وأيضا عدد موضعيات التصوير اللي بإمكانك تحميلها بشكل أسرع. طبعا زي ما ذكرت لكم في الـ6 إج لما سويتها مراجعة تضغط مرتين راح يشتغل لك الكاميرا بشكل أسرع. فكانت هذه الخاصية موجودة فيما يخص بالإس فويس الخاص بسامسونج أو الجوجل ناو. بالنسبة للألوان، هذه الألوان خاصة بسامسونج جالكسي الـ6، هذه هي الألوان، عندك اللون الأسود واللون الأزرق واللون الذهبي واللون الأبيض، هذا فيما يخص بألوان الـS6. بالنسبة للـS6 Edge فهذا هو اللون الأخضر العشبي وأيضا اللون الذهبي، هذه الألوان خاصة بالـS6 Edge والألوان خاصة بالـS6. بالنسبة للجرابات، في بعض الجرابات حاطينها الشركة، هذه بعض الجرابات، بعضها جرابات لما وأحس أنها جرابات جدا عادية فما يحتاج أتعب نفسي فيها. فأتمنى أني جاوبتكم على كل الأسئلة اللي أنتم تبغونها. أشوفكم آخر إن شاء الله، مع ألف سلامة.